البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بالف خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، سمحوا لي بزاف على هذه الغيبه، ما كنحطش لي فيديو كما كنت وعدتكم، نبقى نحط كل مره ولا جوج مرات في السيمانه، ولكن غادي نحاول. توحشتكم بزاف، توحشت نهضر مع الكاميرا اللي كنحس بحال كنهضر معاكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي يكون فلوغ، غادي تدوزوا معايا نص ديال النهار. صراحه ماشي النهار كامل، حيت بديت الفلوغ من نص ديال النهار. ما تديوش على حالتي، شعري زعما زيفي مخربق وكل شيء، راه فريمون منين بدا من النهار وانا جري جري جري. لقيتوني دابا كاينه في السوق، قديت واحد الغراض، ومن بعد شفت لي طابي اللي كاينين، حيت ديجا كنت مشيت لمون طابي لقيت واحد الزربيه، ولكن انا من داك النوع اللي كيبغي حتى يشوف مزيان باش ماشي فتان نمشي ونشوف الحاجه ونقول علاش ما شفتش هادي في الاول. صافي غادي نرجع دابا ديال مونطابي ناخذها. الصراحه دايرين دي سولد زوين بزاف، وهاد الزربيه اللي لقيت عندهم سوا الشكل سوا زعما سوا الديزاين ديالها سوا الثمن ديالها سوا الكاليتي ديالها فنه، ما لقيتش نهائيا في السوق داكشي اللي بغيت. غادي نرجع دابا ناخذها وغادي نمشي نتغدى، وديك الساعه نشوف شنو غادي نديرو من بعد. المهم خليكم معايا، ندوزو نص ديال النهار اللي باقي مع بعضياتنا. اول حاجه بغيت نديرها بعدا هي نتغدى، في واحد الجوع خطير. وبالنسبه للبنات اللي بنات اكادير، جربوا الماكله ديال مستر كوك، ماشي اشهار البنات غير حيت كتعجبني عندهم الماكله. انا ديما كناخذ عندهم هاد التشيكن، صراحه زوين كاين في السلام. فوالا المهم غادي نتغدى ومن بعد نشوف شنو غادي ندير. المهم كما شفتوا قبيله ضربت لكم دويره في مون طابي. بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على دي طابي هكا ولا الزرابي، ولا عندهم داكشي تقليدي وعندهم داكشي مودرن. المهم اللي كيقلب هكا على الزرابي راهم صراحه عندهم مشكله زوينين، وصراحه الكاليتي البنات اثمنتهم. بالنسبه للسول اللي دايرين هما، انا الطابي اللي خديتها دابا ناقص 50%، يعني مزيانه. يقدروش زعما يقدر يجيكم الاثمنه ديالهم شويه غاليين، ولكن الكاليتي ديالهم زوينه بزاف. لحقاش انا قلت ما نزعمش، واخا شفتها وعجبتني قلت ما نزعمش حتى نمشي للسوق ونشوف نشوف هكا نشوف زعما، باش كما قلت لكم قبيلات انا من النوع اللي كيبغي يشوف ويدور باش ماشي حتى من بعد باش دير لا كومباريزون. حداي واحد بيروكي هنايا. المهم قبل ما نسالي لكم هضرتي، هي ساره صاحبتي. صاحبتي تقريبا 6 ans، سات اون تقريبا 7 سنين، وحنا صحابات. ما عمركم شفتوها معايا حيت انا وياها ما كنبغيوش نتصوروا بزاف، كتحشم يلا زعما تبان. ايوا وصافي كما كنت كنقول لكم قبيلات، غادي كاين البنات اللي غادي يجيهم دوك الاثمنه غاليين، ولكن والله العظيم البنات الا الكاليتي ديالهم زوينه بزاف. لحقاش انا شفتها ومشيت للسوق وقلبت، اولا ما كاينش الشكل اللي بغيت، ثانيا الكاليتي ديال عطيتو دوك الزرابي اللي كيكون فيهم الزغب، الكاليتي ديال الزغب اللي كاينين في السوق ما عجبتنيش صراحه ليكم. الزغب ديالها الزغب زعما ديال الكاليتي ديال الطابي زوينه بزاف، عجبتني ديال المونطابي، وراه دايرين التخفيض كما قلت لكم. المهم ضربوا فيهم دويره هكا وشوفوا اش غيبان لكم. ايوا صافي جيت انا دابا انا وساره. ساره اش كديري؟ كوكو. راه قلتي قبيله كوكو شي حاجه اخرى، تحاولي كتعاودي. صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير، انا ما كنعرفش ندير بحالك. هي كدير الصواب. المهم كما قلت لكم غادي ندخل دابا، ما عرفتش قلتها لكم ولا لا، دابا جينا لميسي بريكولاج ناخذ فيه شي حاجات خاصيني. بانت ليا فيه هكا شي حاجه اللي
تستاهل نصورها لكم هكا شي ميزه ولا شي حاجه جديده عندهم غادي نصورها لكم. سينو حتى نتلاقاو من بعد غادي نشوف فين غادي نمشي انا وساره. غالبا غادي نمشي بعدا للدار باش نلبس هكا زياد ونخرجوه معنا حتى هو. ومن بعد ما حدي كنهضر دابا بغيت نجاوب على واحد السؤال ضحكني. قالت لي واحد البنت زعما تكرر بزاف هذا السؤال، واش يوميا كتجي الاكادير؟ لا البنات راه ماشي يوميا كنجي الاكادير، راه غالبا ما كان فلوغيش بزاف في تيزنيت، كتشوفوني غير فاش كنفلوغي فاش كنجي الاكادير. حيت تيزنيت كما قلت لكم كنبقى غير في الدار، ما كنلقاش شي حاجه سبيسيال اللي غادي نصورها ولا. سينو اكادير راه فوق القرايه سيمانه كنجلس في تيزنيت سيمانه كنجي الاكادير، ولا الا عندي هكا شي غرض. مثلا اليوم عندي غرض جيت نقضيه او ميم طون جيت ناخذ طابي، حيت كما قلت لكم ما كنلقاش داكشي اللي كنبغي في تيزنيت. يعني الا خاصني شي حاجه ضروريه راه كنطلع ليها الاكادير، ولكن ماشي كنجي يوميا. ايوا صافي يلا تنطلقوا من بعد. صافي صورتها. المهم بنات اباز جيت باش ناخذ هادو في البيض، ولكن ما لقيتوش في البيض، بقات في الكحل وفي هذا اللون هكا. كاينه في البيض ولكن كبارين. شو قلتي؟ تخلصني اليوتيوب. البنات اللي كيقلبوا على بحال هاد السليلات ها ما غتلقاوهم في مستر بريكولاج، زوينين تحطوها هكا في الكوان ديال الصاله، يداروا فيهم هكا دوك منطاس هكا الخفاف ولا لعاب ديال الدراري الصغار، ولا دايرين 159. البنات غادي يضحكوا عليا دابا حنايا في التليفون ديالنا عندنا ديك بلوك نوت ولا انا هذا هو. دابا هنايا درت شنو غادي ندير اليوم شنو خصني نشري وداكشي وهذا. والصراحه نص ديال هادشي درت والحمد لله كنتقيد ب ايوا صافي. دابا جبنا زياد، ها هو زياد، مشيت جبتو لبست لي حوايجو هذا. غادي نمشيو دابا نجلسو فين نمشيو ساره؟ المهم سواء غادي نمشيو لشي بلاصه هكا ندورو فيها، ولا سواء نمشيو نجلسو فشي كافي على حسب. المهم هانتوما معايا غنمشيو بعدا هو الاول مرجان. غادي نمشي هو الاول مرجان عندنا فيه ما يدار. يلا هانتوما معايا. كوكو زياد. لا باي باي. يلا شنو؟ يلا هيا محبوبة العيالات في رمضان. هذه محبوبة النساء في رمضان، هي غسالة ديال الأواني. شو زيت كي دربيتي؟ البنات نسيت فين حطيت الطوموبيل، والله الا نسيت، وجايبه وحده معايا كثار مني، سولتها فين قالت لي ما عرفت. ويلي 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 مشكله صافي.
بانت ليك. ويلي فين هي؟ لا ما حطيناش بعيده هكاك. ماشي هي هذيك راه سيري كاع شوفي عجب الناس رجليا ما بقيتش حاسه بيهم حيت رجليا كيضروني. ويلي 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 فين هي الطوموبيل؟ عرفتو ديك الاوكورد مومنت هما هادو. حطيت الطوموبيل ما عقلتش فين حطيتها. صافي البنات فقدت الذاكره. ها هي اونفان لقيناها البنات. واخيرا سالينا الجرى فريمون. وين تلاقينا حنا؟ سير هنا شفنا هاد المكازا شفنا هادي. يلاه مشى دابا سارة عاوتاني عند ندير لهم اشهار فابور مستر كوك عاوتاني. غادي ناخذ واحد الجو لحقاش كنحس براسي ماشي هي هذيك باش نصحصح شويه وديك الساعات نمشيو. غادي نختم معكم الفلوق هنايا حيت صراحه عييت فريمون رجليا والله الا كنت سوق دبح فيا انا عييت. غادي نختم الفلوق هنايا. نتمنى يكون عجبكم دوزتوا قصه معايا زوينه واخا جري 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 كالعاده. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتشجعوني باللايكات ديالكم التعاليق وصافي. هادشي شنو طحت لي 10 درهم تحت الطوموبيل؟ سارة طحت 10 درهم تحت الطوموبيل. تحركي. يلاه كنقول لهم يلاه كنقول لهم بالسلامة. يلاه بنات خليتكم على خير. تهلاو في يوسف. نلقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.